بدأ بالجيدو واحترف الريغبي وانتقل إلى الترياتلون، ثم وصل معدل الأدرينالين مداه لدرجة أن أصبح مغامرا قطع المسافة التي تصل المغرب بإسبانيا سباحة، ثم كبر الحلم لديه. حسن بركة يستعد منذ شهور بل منذ سنوات لتحقيق إنجاز مغربي غير مسبوق. خمسة عشر كيلومترا سباحة في المرحلة الأولى، 20 كيلومترا في المرحلة الثانية، كيلومتر واحد ثم 4 كيلومترات، ليكتمل الإنجاز الحلم مع نهاية السنة القادمة. تفاصيل هذه المراحل يرويها هذا البطل. العام اللي فات الحمد لله قطعت من إسبانيا للمغرب لعمان 4 مينوت، وإن شاء الله جيسبيغ العام الجاي دو غالي لي 50 على ناج. دونك بغيت نقطع انت لوسيانيا لازي entre la Papouasie Nouvelle-Guinée et l'Indonésie, inshallah. Ensuite, la deuxième traversée que j'envisage de faire le mois Sarstad et l'AMG, inshallah, ça serait la traversée donc, de l'Asie à l'Afrique, entre l'Égypte et le Saoudien, inshallah. La troisième traversée, c'est traverser le Bosphore, la Turquie, donc entre l'Europe et l'Asie. Ou la dernière traversée, qui est pour moi la plus importante et celle qui me tient à cœur, inshallah, ça serait celle de traverser donc, de l'Amérique à la Russie. مخاطر كثيرة تنتظر حسن بركة، ليس أقلها حركة الملاحة والسفن، وليس دونها خطر التعرض لهجوم القرش وقنديل البحر وانخفاض حرارة المياه في بعض المناطق. بين مصر والسعودية، on connaît la zone de Sharm el-Sheikh etc. connue pour les requins. Et la troisième traversée de la Turquie, c'est tout ce qui est courant maritime, qui est fort et le trafic maritime des bateaux qui est une bizarre. Et la dernière traversée entre la Russie et l'Alaska, c'est l'eau qui va être à 4 degrés. Voilà. هي ليست جلسة شاعرية لاحتساء الشاي، بل لحظة تركيز بطل لا يتأمل البحر ليلهمه شيئا من الشعر أو العاطفة، لكنها نظرة تحد لمخاطر لا تقهرها إلا عزيمة من حديد.